الإعلامية بشرى الضوء تدخل على خط قضية مهدي فلان ونرجس الحلاق. دخلت الإعلامية المغربية بشرى الضوء على خط قضية الفنان المغربي مهدي فلان والفنانة نرجس الحلاق عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام. ووجهت بشرى الضوء رسالة لمهدي فلان عبر خاصية ستوري جاء فيها: بالمهدي نعل الشيطان، صرت سامح مع مدام واعترف أمام الملأ بالبنيتا. وتابعت بشرى في ذات الرسالة: السيدة فرحانة وخصبتها في فرحتها، مالك على حالتك، الأب الحقيقي ماشي بصورة ونظرة وابتسامة، الأب الحقيقي خاص يكون مسؤول، بدل الساعة بخرى قبل ما تكبر البنيتة ويفوت الفوت.